صباح الخير وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الملبن، هنعمل ملبن سادة من ألذ الحلويات اللي بناكلها في المولد النبوي الشريف. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، بالمناسبة دي نهدي سيدنا محمد أفضل الصلاة والسلام عليه. فتعالوا أعرفكم على المقادير، بسيطة وسهلة جدا. معايا معلقتين كبار مليانين من الجيلاتين، ومعلقتين كبار هرميين كده مليانين من النشا. هندوب أول حاجة الجيلاتين في ربع كوباية مية دافية، يعني هتاخد من ربع كوبايه لنص كوبايه لحد ما تحسوا ان الجيلاتين مش مكلكع معاكم، يعني قوامها مش تقيل قوي، يعني سايل شويه لحد ما هي لسه ناشفه قدامي كده. فهديها كمان شويه ميه، يعني معاكم كده لحد نص كوبايه ميه دافيه لحد ما احس ان الجيلاتين فكت شويه من بعضها. وخلاص كده هركنها على جنب. بعد كده هاخد برضو تلت كوبايه او ربع كوبايه كده من الميه البارده، هدوب فيها النشا عادي جدا زي ما بندوب النشا في ميه بارده. وكده هخلص الاتنين وهركنهم، هركن الجيلاتين والنشا لحد ما يجي دورهم واستخدمهم. دي اول خطوه عملناها مع بعض، انا مش هحتاجهم دلوقتي بس جهزناهم وهنركنهم على جنب. بعد كده هنجيب الطبق او الصينيه او القالب اللي هنصب فيه الملبن، وده ضروري نبطنه كويس جدا بالنشا ونحط فيه طبقه نشا كويسه او نشا مع سكر بودره، ويستحسن لو حطيته ورقة زبدة وبعدين حطيتوا عليها النشا لو أول مرة بتجربوا الملبن، يعني عشان ما يلزقش منكم. في طاسة بقى على النار هحط كوبايتين مية، وبنفس كوباية اللي بعير بيها المية هعير بيها السكر، هحط كوباية ونص من السكر زائد معلقة كمان زيادة، يعني كوباية ونص ومعلقة كمان من السكر. وهسيبهم بقى هولي عليهم النار في الأول كده نار متوسطة لحد ما أحس إن بدأ يغلي، يعني زي الشربات اللي بنعمله للحلويات الشرقية بتاعتنا، هيبقى شربات إلى حد ما تقيل شوية. بعد ما يبدأ يغلي معايا هعدله كده حوالي 5 دقايق من الغليان، وهنزل عليه بحاجة تديله نكهة، إما مية ورد أو معلقة من الفانيليا. أنا هحط له مية ورد، هحط مقدار معلقة صغيرة مليانة من مية الورد، طبعا هتخلي ريحته جميلة وريحة الملبن حلوة، يعني النكهة اللي تحبوا تضيفوها تقدروا تضيفوها. انا حطيت معلقه صغيره من ميه الورد، وهسيبها بقى تغلي شويه كده حوالي دقيقتين ثلاثه في السيرب ده، وبعد كده هنزل عليه بالجيلاتين. طبعا هو امتص الميه كلها وبقى كتله واحده كده وعمل مشكله زي ما انتم شايفين، ده الطبيعي بتاعه ما تقلقوش. بس اول ما ينزل الميه السخنه مع التقليب هينزل في السيرب السخن ده، هيبدا يفك معاكم بسرعه، وهتلاقوا خلاص مفيش اي تكتلات ولا كلكعه ولا اي حاجه. هنقلب في المرحله دي بقى، نبدا نهدي شويه النار وهنقلب لحد ما نحس ان الجيلاتين دابت تماما جوه السيرب ده واختفى وبقى قوامه عادي جدا، مفيش اي حاجه واضحه فيه. داب معايا الجيلاتين خلاص، هجيب بقى المعلقتين النشا. طبعا هتحس انه اترسب شويه في الطبقه، فهنقلبه تقليبه سريعه قبل ما ننزله في الشربات. هنزله وابدا تقليب. في المرحله دي بقى النار تبقى هاديه معانا خالص، انا عايزاه يستوي، هو طبيعي بياخد وقت، يعني ما تزهقوش وما تقلقوش. واحده واحده كده على نار هاديه ونبدا نقلب، هتلاقوا القوام تقل، ما تستعجلوش عليه لان هو له مراحل كده نشوفها مع بعض لحد ما يوصل للقوام المطلوب. انا مهديه النار وهبدا اقلب، هو تقل زي ما انتم شايفين، واحنا مش بنعمل مهلبيه فمش هينفع انزله في المرحله دي. هنكمل تقليب، يعني تشتغلوا كده وانتوا بتعملوا اي حاجه في المطبخ، بتسلوا نفسكم باي حاجه، كل 10 ثواني كده نديها تقليبه على نار هاديه عشان ما يتلسعش، ضروري يكون النار هاديه جدا. وهنقعد نقلب كل شويه، مع الوقت هتحسوا ان القوام بدا يتقل زي ما انتم شايفين، مع مرور الوقت كده هنلاقي القوام بدا يتقل. هياخد معاكم حوالي يعني من 50 دقيقه لساعه تقريبا، يعني لحد ما يكتمل التسويه بتاعته زي ما انت شايفين. لو شدينا خط كده بالمعلقه ولقينا لسه السائل بيرجع تاني بسرعه، معناه ان هو لسه ما وصلش للقوام المطلوب او التسويه المطلوبه للململ. هنكمل، هنسيبه لسه دلوقتي، وطبعا الكميه بتقل شويه ده طبيعي يعني عشان تركيزه بيزيد. فهقلب لما تلاقي انه بدا يتلم ويسيب جوانب الطاسه اللي معاكو او الحله زي ما انت شايفين، ويتجمع كده حوالين بعضه وبقى تقيل، في المرحله دي اعرفوا ان هو خلاص استوى دقيقه بس او دقيقتين بالكتير، وهطفي عليه النار. هو خد معايا 55 دقيقه، يعني المرحله اللي انتوا شايفينها دي خلاص هو كان استوى،
هسيبه بس كمان دقيقة او دقيقتين كمان عشان نضمن انه تماسك وبقى كويس جدا، وبعدين هاخده اصبه وهو سخن في القالب اللي احنا بطلناه بالنشا او نشا وسكر بودرة زي ما تحب، بس ضروري يكون متغلف من كل الجوانب وفي القاعدة بتاعته او في القاع بتاعه يبقى حاطين طبقة كويسة. هنصب بقى الملبن اللي معانا، والسمك تتحكموا فيه، لو عايزين سمك مرتفع يبقى تحطوه في قالب ضيق شوية، انا حطيته في قالب واسع فسمكه هيطلع اقل شوية، لو عايزين سمكه رقيق تقدروا توسعوا القالب اللي هتصبوا فيه. ده شكله بعد ما صبناه، هنسيبه بقى تقريبا يعني ممكن تسيبوه ليلة كاملة عشان يديكم نتيجة افضل، او من 4 لـ5 ساعات لو مستعجلين عليه. انا سبته 5 ساعات بره على الرخامة، يعني هو تماسك لوحده محتاجش تلاجة ولا حاجة، يعني لو سبتوه في جو المطبخ العادي هو هيتماسك مش اقل من 5 ساعات. بعد كده هنبدأ نفصل الجوانب بالسكينة واحدة واحدة، لانه طبيعي بيبقى لازق، فعلشان تريحوا دماغكم من موضوع القفشة اللي هو بيمسكها كده في القالب ده، تقدروا تحطوا ورقة ده تحته ومبطنها كويس بالنش، هيخرج معاكم بكل بساطة. هفكك الجوانب، وطبعا عايز اقولكم على ملحوظة ان واحنا بنقطعه، انا هرش هنا الاول على وشه كده شوية من النشا، او اللي حابب يرش سكر بودرة يرش علشان يبقى من الناحيتين متغلف فاقدر اقطعه بسهولة، لان هو بيلزق بصراحة، وانتوا بتقطعوه بالسكينة هتلاحظوا انه بيلزق في السكينة، فبطنوا كمان او رشوا على السكينة شوية من النشا عشان يتقطع معاكم بسهولة. بس مش قادرة اقول لكم ان في خلال ساعة واحدة هيكون معاكم ملبن جميل جدا، طعمه حلو جدا، عملتوه بايديكم لولادكم، تقدروا تضيفوا له المكسرات اللي تحبوها. ان شاء الله هنعمل الملبن الاحمر والملبن بالمكسرات مع بعض بعد كده. ده المقطع بتاعه، مستوي جميل جدا، ما خدش اكتر من 5 ساعات معايا، انا ما بيتوش ليلة كاملة ولا حاجة زي ما انتوا شايفين. وطبعا اتحكموا بقى في الحجم، انا بقطع ايديا يعني كريمة شوية في التقطيع، فقطعت مكعبات كبيرة، تقدروا تقطعوها مكعبات اصغر شوية. ان شاء الله لما تعملوه يعجبكم وهينجح معاكم من اول مرة. شكرا جدا، كل سنة وانتم طيبين، تمنياتي ليكم جميعا بكل الخير. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش في لايك وشير، وتشتركوا معايا لو لسه اول مرة بتشوفوني. بشكركم جدا على وقتكم، واشوفكم ان شاء الله على خير تاني. سلام عليكم.